ماشي هو غير معنا ما جيش انا طيب عملك شي واحد بحال هكا ما ترضاش لا ما يجيش شوف ما تمدش يدك هو قال لك فلسطيني قول له اخويا الله يسهل قال لك انا فلسطيني وراك اللي يسهل وما تعاملش مع ما تدفعوش بحال هكا حشومه السلام عليكم الاخوان اليوم جيت الدار البيضاء وجيت نشوف الشباب محمد واسماعيل اخذنا محمد دوره هنا في الدار البيضاء رحنا على جامع الحسن الثاني وقعدنا نتمشى جنبه لما وصلنا جامع الحسن الثاني محمد قال لي شبالك نديروا شي تجربه اجتماعيه هنا قلت لي يا صاحبي والله ما في اللي يدير شي حاجه كنا نهضر بالدارجه قال لي نجربوا ونشوف شنو غيطره المهم الاخوان قلت لي واخا شنو غنديروا قال لي غتجي تطلب مني مساعدة حدا الناس وانا غادي نرفض وانا غادي نرفض نساعدك انا غندفعك قلت له واخا نديروها حخليكم تمشوا تشوفوا الفيديو ولكن قبل ما تمشوا تشوفوا الفيديو انتوا عارفين ايش لازم تعملوا واذا كنت اول مره بتشوف قناتي ما تنسى تخلي لي احسن اشتراك واحسن لايك وصير تفرجوا بالفيديو لقيت وبعديها بنحكي مع بعض لانه اذا عجبكم هذا الفيديو هعمل بجزء ثاني ومع ناس اكثر ونشوف ردة فعل الناس اكثر هذه ردة بس مجموعه واحده روح 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 شوف الفيديو بعديها بنحكي يلا السلام عليكم ما تغيبوا خليني لاني بدي احكي معكم في موضوع مهم في اخر فيديو ما تغيبوا خليكم معنا السلام عليكم خويا واخا نطلب منك طلب الله يرحم باك واخا نطلب منك طلب اذا كان ممكن انا من فلسطين وجيت هنا المغرب وحلت هنا في كازا اذا كان ممكن تساعدني في اي حاجه اخويا ما عندنا باش نساعدو فلسطيني باش نساعدو اخويا اي حاجه عندي اخويا فاش نساعدو هو الدري يشوف معاهم ولا بابا كلمة يا صاحبي انت مالك هيك صافي صافي ولكن مش هيك التعامل يا صاحبي عيب عليك لا لا فلسطين انا فلسطين ومن غزة كمان وجيت هنا بس وحلت وجيت وحلت هنا في والله تحشوم عليك عيب عليك ما تجيش وحشومه انت هو الدريه اللي كانت قلت لي ما عجبكش الحال وانت صافي دير شي سير اخويا تمشي في حالك سير ما تفرحوش حالك حشومه صعب والله شي حشومه احنا ما فيناش عنصريه مغاربه ما فيناش عنصريه خونا فلسطيني ماشي شي واحد ماشي عنصريه عنصريه دفعتي عنصريه قول له خويا انا ما عنديش نعاون قول له الله يسهل عليك حالك ما تقولوش انت سير حشومه صاحبي دير راسك في بلاصتك شوف انا ما كان عندي باش نساعدو راه غنساعدو ولكن قول لك كلمه زوين شوف هو مسحها فيا الله يحفظك الحبيب الله يحفظك دراري الله يحفظكم هذا عاد تجربه دايره فيكم صافي
لا لا ولكن انا فلسطيني. اسمع 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 اجي نقول لك صاحبي شويه وحق لي القطن. اجي نقول لك شوف شوف كون ضربتيني والله يسنتقبل. شوف اسمع سيمو بلالو شويه غنجمع معاك. اسمع اسمع ما عرفتش تمشي واحد السنه غير يجي وعاد يزرب عليا. لا لا اسمع والله العظيم انت كنترعد على غنضربك. اسمع انا عن جد من فلسطين وعن جد من غزه وادخل عند اليوتيوب اكتب ولد غزه في اليوتيوب غتعرف اش كندير. اسمح لي بزاف الله يحفظك الحبيب. اسمح لي هاني تدوز معايا هاني مشي مشي هاني الله يحفظك الحبيب. الله يعطيك الصحة الله يحفظك الحبيب. تي جاب منك حتى انا غنضرب ولكن راه حق الله الا خليتوني دابا ابر عينك حمار والله العظيم الا عينك حمار والله العظيم غير الله. واحد شحال كنشوفوا فيديوهات خوتنا المغاربه كيمشيو لعند خوتنا فلسطين كيديروا مع بحال هادو العباد حتى هما كيدافعوا على فلسطين ديال المغرب. الشعب واحد شعب واحد راه كيتمنى الدين كنحسبوهم خوتنا هادوك يعني ابر هادشي ابر اي حاجه. المهم هادوك خوتنا هادوك ديالي انا من قديم كنبارطاج تكون عندي حاجه بسيطه نقسمو مع خويا فلسطين. الله يحفظك يا حبيب عارفينكم ناس الكرم والحمد لله. شوف نهار جيت المغرب ما عمرها خصتني شي حاجه لا حيت انا كندورها في بالي كنشوف هذا كنقول اه هذا الوحيد واقيلا اللي ما كيحملش فلسطين كنقول ما كنحملوش كنقول انا واش هذا واش هذا ما قلت واش هذا ماشي مسلم والله الا درت لي في بالي كنت اسرائيلي ولا شي. لا راه كنقول اسرائيلي ماشي عيبان الزق دار. اسمح لي واحد الدقيقه باش انا وياك تعرفنا قول لهم كيفاش. تعرف من الفيديو ديالي شاف الفيديو ديالي وتعرف عليا. انا مشيت عندك في اي حاجه احتاجيتيها مرحبا. اه علاش انا عزازين عليا فلسطينيين بزاف. لا مسلمين. لا دابا ملي قلتي انت واحد اللقطه فين قلتي ما كنحملش فلسطين ما عنديش مع فلسطين. انا كندور في بالي كنقول هذا واش صهيوني هذا. انا في الاول شفتكم ما تعصبتوش بغيت نزرع لكم شويه ديال الكويم هكذا. برافو عليك. الله يحفظك الحبيب. اسمح لي بزاف الله يحفظك. ورجعت لكم مره ثانيه اذا عجبكم الفيديو اكتبوا لي في الكومنتات لتحت انه الفيديو عجبكم وبدكم اعمل منه جزء ثاني. الحمد لله اجت سليمه ما حدش ضرب محمد ما حدش تعامل معه بطريقه خايبه ولكن متاكد في الجزء الثاني حياكل كتله. قبل ما انسى ما تنساش خلي لي احسن اشتراك واحسن لايك واحسن كومنتير لتحت. وحاجه ثانيه دائما بنساها الاخوان راه عندكم فرصه تشوفوا كل تحركاتي في الستوري في انستغرام وعندكم فرصه تشوفوا اي حاجه بعملها في انستغرام وفيسبوك. انا دائما بخليكم رابط الانستغرام وكل حسابات الشخصيه لتحت في صندوق الوصف ما تنسى تابونا فيهم. وخليكم هلقيت ونشوفكم في الجزء الثاني من هذا الفيديو. والسلام علينا وعليكم. الى اللقاء ولد غزه وصافي يلا باي. الاخوان واحد الحاجه اسمحوا لي نسيت ما حكيتهاش لكم في الانستغرام عندي لتحت بدي تبعثوا لي افكار فيديوهات او تجارب اجتماعيه حابين اعملها مع الناس لانه انا في كتير افكار في راسي ولكن دائما بقول معقول هذا حيعجب الناس ولا لا. لهيك انا بدي اسمع منكم انتو وبدي انتو اللي تعطوني تجارب او اشياء زي هيك لحتى احاول اجرب مع الناس. وشكرا لكم بزاف واسمحوا لي اسمحوا لي اسمحوا لي اسمحوا لي لانه بتعطل عليكم في الفيديوهات ويا رب اضل معاكم وتضلكم دائما معايا. وشكرا لكم واسمحوا لي بزاف. تحياتي.